نزلت السوق اشتري النهارده صدمت لما عرفت سعره. سعره وصل من 200 ل 250 ل 300 جنيه. قلت ليه؟ طيب والله ما انا مش هرياه. قلت جاي راجعه تاني على البيت وكاني ما شفتش حاجه ولا عرفت الاسعار. جوزي بعدها بيوم لقيته جايب لي السمك، قمت جاي خاطفه منه سمكتين كده عينهم في الدره من غير ما يعرف، وقمت جاي عامله بقيه السمك اتغدى بيه. طبعا ما سالش على بقيه السمك، سيبته عندي غسلته بالليل بميه كويس، قمت جاي حطاه عندي في الكوز بتاعي او الشفشق، قمت جاي سايباه في التلاجة لمدة يوم كامل لحد ما صفى الدم اللي فيه كله كويس. غسلته طبعا من الغشاش بتاعته، مسكته بعد كده بعد ما صفته كويس طلعته بقى عندي، وقمت جاي مسكاه عندي بمناديل المطبخ ومنشفاه كويس من بره ومن جوه لحد ما يعني المناديل طلعت معايا مش مبلله خالص ولا كأن فيها اي حاجه. بعد كده جبت عندي بقى الملح بتاعي، طبعا انا قلت هملح الفسيخ عندي السمك ده بالملح الخشن، طبعا في ناس بيعملوه بالملح الناعم بس انا ما جربتوش قبل كده بالملح الناعم. وجبت عندي كركم، انا بحب احط عليه طبعا كركم. جبت عندي بقى ورق الاسترتش بتاعي، وقمت جايه فردها على الرخامه بتاعتي كده، فردت حبه ملح، فردت حبه ملح كده صغيرين، وبعد كده فردت حبه كركم. انا طبعا بحب قلت لكم بحب املح السمك بتاعي بالكركم، في طبعا بحب ما احطش عليه كركم عادي. جاي ماسكه بقى النخشيش بتاعته كده منشفها كويس برده بالمناديل ومن بره ومن جوه لحد الديل بتاعه، ما خليتش فيه اي حاجه كان السمكه ناشفه نهائي ما فيهاش اي حاجه. بتجي ماسكه النخشيش بتاعته مليها كلها ملح، بعد كده رشيت عليه برده ملح من فوق، وقمت جاي رش عليه كركم، وقمت جاي لفه عندي بره الاستريتش، قمت جاي بقى حطاه عندي في طبق، بعد كده بقوم جاي لفه فتحه برده الاستريتش تاني، واقوم جاي افضل الف السمك عندي لحد ما اخلي ما فيش منفس له. ممكن تحطيه في اكياس لو مش عندك ورق استريتش، اي اكياس عندك، المهم تكون اكياس بيضه مش اكياس سودا او اكياس التلاجه، المهم يكون الكيس عندك محكم جدا ما يدخلش اي هوا له. بعدين احنا في الصيف الفسيخ عندك لو شم اي هوا بيبوظ على طول، غير الشتاء تملحه في الشتاء بيكون كويس ما بيحصلوش اي حاجه. انا عندي زي ما قلت لك لازم تنشفيه كويس ويتغلى فيه كويس بالملح وبالستريتش. جبت عندي بقى علبه ناشفه حطيته في علبه عندي، وبعد كده هسيبه لمده يومين بره، وبعد كده احطه عندي في التلاجة.